رح نتعرف بأولى محطاتنا الطبية لليوم، رح نحكي فيها أكثر عن مرحلة الطفولة. طبعا هي المرحلة اللي بيكون هاجس الأهل أنه يمر الطفل فيها بسلام، وتكون مرحلة كلياتها نشاط وحيوية، يتعلم يلعب يركض يعرف كل شيء بده إياه. ولكن أحيانا بعض الأمراض عند الأطفال وخصوصا الصغار بالسن بتعيق هذا اللعب والاكتشاف والنمو، وبعدها بتتحول لأمراض مزمنة. وبمرحلة الكوارث بالعموم ممكن يتعرضوا الأطفال لأمراض كثيرة، رح نحكي أكثر ونتعرف عليها اليوم. أكيد يا سلمى، مثل ما ذكرتي مرحلة الطفولة هي الركن الأساسي لتكوين خصائص الطفل النفسية وبناء شخصيته. فينا نقول أنه هي مرحلة حساسة وصعبة على الأهل حتى يعرفوا محاجات ومتطلبات أطفالهم ويتعاملوا معها بطريقة صحيحة وواعية. لكن مثل ما ذكرتي يا سلمى، اليوم رح نضوي على أهمية مراقبة الحالة الصحية عند الأطفال، خصوصا مثل ما بنعرف أنه الأطفال بشكل عام هم معرضين للعديد من الأمراض، ربما بسبب طبيعة أجسامهم وضعف مناعتهم، وخصوصا بعد كارثة الزلزال وآثارها اللي كانت مختلفة على فئات الأطفال. فئة الأطفال اللي كانت موجودة تحت الأنقاض وتأثرت نفسيا وجسديا، والأطفال يلي خرجوا مع أهاليهم من بيوتهم بسبب الخوف والهلع، وبسبب يعني كان البرد الشديد أدى للعديد من الأمراض. لنتعرف أكثر مشاهدينا شو هي الأمراض يلي ممكن تصيب الأطفال بعد الكوارث، وشو دور الأهل والكادر الطبي بتقديم الرعاية الصحية والطبية. بيسعدنا أنه يكون معنا ضيفنا اليوم الدكتور قصي أزدير، وهو الأختصاصي في طب الأطفال. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين. إن شاء الله هيك أيام تكون خير وبركة، أيام آدار في بدايات فصل الربيع. إن شاء الله بيكونوا أطفالنا هيك دائما بفصل الربيع، هن ربيع حياتنا بجمالهم وبجمال طفولتهم إن شاء الله. شكرا دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك بداية، أبرز خليني أقول الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال وخصوصا بهذا الفصل. يعني نحن شفنا عاصفة جت قوية وبعدها حالة نفسية صعبة أيضا تعرض للأطفال، فقدي ممكن تلعب هاي الحالة بظهور أعراض جسدية عند الأطفال؟ هلأ إذا بدنا نحكي على الكوارث بالعموم، سوريا للأسف تعرضت لكوارث، نحن فينا نقول كوارث الإنسان بيصنعها، الحرب الإرهابية اللي صارت على سوريا، وعانوا منا أطفالنا كتير. عالم الطفولة يعني نسفولنا يا بهالحرب الإرهابية اللي صارت على سوريا فترة 10 سنوات، والكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، الزلزال اللي إجا بشهر شباط مثل ما تفضلتوا، إجا بفترة باردة، كان الجو بارد وأثرت أكيد على يعني أطفالنا يلي شعروا بالزلزال بالمناطق اللي منكوبة بالزلزال، وهذا الشيء أكيد نحن نتمنى أنه نتجاوزه بأقل الخسائر الصحية على الأطفال والكبار. هلأ الأطفال بالعموم، الطفل عالم جميل جداً، إجا على الحياة ليتعلم من الحياة من بدايتها وياخد يعني أطباع الحياة الحقيقية. فالطفل تعرض لأزمات كثيرة ببلدنا وآخرها الزلزال، يعني غير الحالات النفسية الشديدة يلي بتأثر على تربية هالطفل هذا يلي تعرض للهزة. البعض للأسف فقد زويهم، الأب والأم يعني أهاليهم، البعض شعر بانهيار المنزل أو شعر بهالهزات الشديدة أو بعض الخسائر، حتى شاعر بالهلع تبع الكبار. هذا الشيء أكيد رح يأثر على نفسيته بشكل كتير كتير كبير، هذا بالعموم عم نحكي. بالخصوص الأطفال صار في هلع مخيف، يعني نعرف نحن لحد الآن بالمناطق الزلازل بسبب الهزات الارتدادية اللي لحد الآن موجودة عم تخلي الناس بهلع، وللأسف الخوف الزائد اللي ساعد على زيادته هو النت، بنسميه التواصل الاجتماعي الخاطئ أنا بسميه. يعني شعبنا بسيط بياخد بالدعايات وبياخد بالهذا اللي الخاف، فكتير كان في هلع زادوا الفيسبوك واليوتيوب وبعض
اللي صاروا يعطوا انه يعني تنبؤ بشغلات هي قد تكون غير موجودة. يعني العلم أكيد موجود، لكن التنبؤات الخاطئة زادت من الهلع عند الناس. يعني صاروا ينتظروا أنه الساعة كذا رح يصير زلزال. هذا الهلع انعكس على الأطفال كمان. يعني بس الأسرة تطلع على الشوارع ويصيروا يناموا بالشوارع بالبرد، هذا الشيء أثر نفسيا. نحن عم نحكي على الحالة النفسية الشديدة اللي تأثروا فيها الأطفال مع الكبار، بس الأطفال أشد أكثر، لأنه الطفل عالم يعني ما بيعرف يحسبها كتير، ممكن انه هلعه يأثر عليه طول حياته. هذا اذا الحالات النفسية كتير كانت شديدة. الهلع حتى بالشام، كتير عائلات اللي ساكنة بالطوابق العليا والمناطق المخالفات لحد الآن تاركين بيوتهم، هذا اكيد رح يأثر بالحالة النفسية على الأطفال. الحالة النفسية بس أثرت كمان، بتأثر على الحالة الصحية. بالمناطق المنكوبة تنتشر الأمراض المعوية أكثر شيء، بينتشر سوء التغذية. الأمراض المعوية الإنتانات بتصير، لأنه الولد بده يأكل شو ما جاله. الولد سريع الاستقلاب، استقلابه سريع، بيجوع بسرعة، مو مثل الكبير ممكن يتحمل جوع يتحمل عطش، الطفل أقل تحملا، فبيصير بده شو ما لقى بده يأكل. فممكن أنه هذا الشيء يكون ملوث بمناطق الموبوءة فيؤدي إلى انتانات معوية شديدة. نقص الطاقة، سوء التغذية بيصير عندهم أكثر، وشفناها مثل ما قلت لك بكارثة الحروب كتير كان عندنا سوء تغذية، وهلأ بكارثة الزلزال كمان عم نشوف أطفال انصابوا بسوء التغذية بسبب نقص الحريرات اللي بحاجتها الجسم للنمو تبعه. فهذا مع الأمراض المعدية إن كانت معوية ولا إن كانت الفيروسات حالياً يلي بتنتشر، وخاصة بالأطفال يلي مشردين يلي جالسين بخيام أو جالسين بيناموا بالسيارات أو بيناموا بأماكن ما فيها طاقة تدفئة أو طاقة معينة حتى تحافظ على الطفل، ونقص المناعة يلي تأثر فيها الطفل بسوء التغذية وبالحالة النفسية زادت من الأمراض. حتى التنفسية عندهم زوات الرئة منشوفها أكثر، منشوف الالتهابات القصبات، منشوف الالتهاب البلعوم، منشوف الإنتانات العلوية التنفسية والإنتانات المعوية بهالفترة هاي. هون نحن التصدي كأطباء دائما التعامل مع هيك وضع، لازم أهم شيء نتعامل مع الأمور النفسية والطبية حتى نساعد هالطفل هذا يسلك سلوك جيد في المجتمع في حياته المستمرة الشبابية. فهون يعني نحن نتمنى من الحكومة أنه ترعى الأمور النفسية لهالأطفال هدول، ما نترك هالهلع والخوف يتكون عندهم دائما التنبؤ بزلازل خاطئة. يعني أنا بقول دائما ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى سره لحد، لحد الآن العلم ما لا يستطيع تحديد زمن أي زلزال، فلذلك ما في ولا واحد متنبئ، واحد بيضرب بالمندل، واحد هذا يعني شعبنا لازم يكون أوعى من هالشي. البيوت المتصدعة الدولة حاولت يعني تشوفها وتحددها، البيوت الأخرى لازم ترجع السكان لبيوتها وحاجها الخوف والهلع. وأكيد الهزات الارتدادية قد تأتي بعض منها قوية، لكن يعني إن شاء الله ما منشوف هزات قوية حتى تؤدي لتصدع منازل أخرى. فلذلك الحالة النفسية، العلاج النفسي هو الأساس لها الأطفال هدول. من الأهل لازم يكون في هناك دائما الدائرة، الأهل والمجتمع والدولة تساعد على أنه هالأطفال ننجيهم من الأمراض النفسية اللي عم تعرضين لها. يعني بتلاقي الولد عنده هلع، عنده خوف، السلس البولي انتشر عند الأطفال لأنه صاروا بيخافوا يرتادوا التواليت، ويقول لك أنا بدي روح، بخافوا العتمة، بخافوا التواليت، يروحوا على التواليت. فأكثر الأمراض كمان بنشوفها السلس البولي ولا التغوط اللا إرادي ولا هالأمراض هي اللي لازم ما نشوفها عند الأطفال بأعمار معينة. صرنا نشوفها الأمراض المعوية صرنا نشوفها كتير، سوء التغذية أكتر الشيء صرنا نشوفه. أكيد المعونات عم تجي، لكن قد تكون صعوبة الوصول إلى المستهدفين
يلي عم تؤدي الى يعني وجود لحد الان اطفال بسوء تغذيه، يعني نتمنى انه نتخطاها إن بمجتمعاتنا. تمام دكتور، خلينا نحكي عن الامراض المزمنه يلي ممكن تكون موجوده عند الاطفال، ان كانت ربو، سكري، قصور كلوي، كيف بنتعامل مع هدول الفئه من الاطفال؟ خصوصا دكتور يعني اليوم العديد من الاطفال صاروا متواجدين بمراكز الايواء، طلعوا من بيوتهم ما معهم ادويه، فكيف ممكن نقدم لهم الرعايه الصحيه؟ يعني لازم يرتادوا، يعني الحمد لله الدوله موجودة بكل قرية أو بكل منطقة أو بكل ناحية بكل مكان، مراكزنا الصحية موجودة، قد يكون تهجروا من مكان إلى مكان، لكن لازم أي طفل مصاب مثل ما تفضلتي بأمراض دم انحلالية بحاجة للدم كل أسبوعين مثل التلاسيميا مثل أعراض المنجلي، هدول لازم يراجعوا وين ما راحوا، المراكز الصحية الطبية مستعدة لتقديم الخدمة الطبية. مريض السكري ممكن أطفال السكريين هدول بياخذوا إنسولين، لازم ما يوقفوا العلاج تبعهم أهاليهم، هون لازم يرعون وما يوقفوا لهم الإنسولين، لأنه ارتفاع السكر ممكن يؤدي إلى حماض عندهم ويؤدي إلى اختلاطات خطيرة على حياتهم. الأمراض الأخرى المزمنة، قصور الكلية، الأمراض القلبية، الأمراض لا سمح الله الغدية العضوية الجهازية، لازم هون الأهل ما يقصروا بحق أطفالهم، الخدمة الطبية موجودة، لكن ما بتستطيع الخدمة الطبية تدخل لكل بيت تسأل كل واحد شو هو، لازم هنن الأهالي الهلع خلص، لازم بقى يرتادوا ويرجعوا على المراكز الطبية لينظموا خطط العلاج عند هالأطفال، وخاصة الأعراض بتزيد بسبب الهلع والخوف والحالة النفسية، هالأعراض المرضية عند الأطفال إذا كانت مسيطر عليها ممكن هلأ طلعت عن السيطرة، إن كان أي مرض إن كان من الأمراض المزمنة قد تكون طلعت عن سيطرة الطفل، ما له علاقة، الطفل يعني إنسان يعني غير قادر على هو متابعة أموره الصحية، الأهل بعض منهم فقدوا أهلهم، هدول الأطفال لازم يلي يعني حضنوهم إن كانوا بيت الأقارب أو ما شابه يراجعوا المراكز الطبية حتى يساعدوا على إعادة تنظيم خطط العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة مثل ما تفضلتي. طيب دكتور، يعني اليوم في عنا كتير مخاطر ممكن يتعرض لها الأطفال في ظل الكوارث، حضرتك حكيت عن سوء التغذية وغيرها من الأمور اللي ممكن يتعرض لها، دائما بنبحث أنه شو ممكن يكون في مع الأم أو الأهل، مثل شنطة أدوية صغيرة احتياطية في حال صار أي طارئ ممكن ياخذوها، مثل ما كنا عم نقول بالحلقات السابقة أيضا لكبار السن دائما لازم يكون في شنطة احتياطية إسعافية في حال حدوث أي شيء بياخذها معه، نفس الشيء للأطفال. هلأ أكون معك حقيقة وصادق، الواحد عم يجهز شناتي ويجهز، بس تجي اللحظة لا راح يشوف الشنطة ولا راح يحمل شيء، لكن بكل منزل لازم يكون هناك بعض الأدوية الضرورية كخافض حرارة، مسكن آلام، يعني أربطة للجروح، ولاصق ومعقم ومرهم، هدول أنا بعتبرهم أهم شيء. أدوية التهاب ما شابه بعدين هي بجيبها الواحد، لكن أهم شيء الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية للجروح، شو بيلزم الجروح؟ المعقم والمراهم والرباطات المعقمة، هي أهم شيء تكون موجودة بكل منزل، إن كان في كوارث أو إن كان احتاج لا سمح الله بلحظة معينة لهالمواضيع هاي، والمسكنات جدا ضرورية. عنده مرض مزمن ابنه لازم الأدوية تبعه تكون دائما مجهزة بآلية، إذا الطفل انحمل تنحمل معه، يعني ممكن أنه نكون حاطينه على الباب مثلا بآلية بخزانة أو بشي، أنه هي أدوية فلان اللي عنده مثلا سكري، هي الإنسولين تبعه، هي الأدوية المعينة اللي بيستخدمها مريض قصور الكلية، أدويته، مريض الضغط اللي كان عنده أمراض قلبية الطفل أو أمراض غدية أو شيء، الأدوية الإسعافية تبعه لازم تكون دائما مجهزة لكل طفل بحسب الحالة المرضية تبعه. أكثر من هيك أنا لا أتوقع أنه الإنسان بحاجة لإيجاد أدوية بالبيت، لأنه نحن متعودين إذا نوجد الدواء بالبيت بدنا نستخدمه بدون استشارة الطبيب باللحظات العادية، وإن شاء الله كارثة الزلزال ما عاد تتكرر بهالشدة اللي شفناها
حقيقة بمناطقنا الساحلية والمنطقة الشمالية. تأثرت بعض المناطق الداخلية بس بالهلع أكثر ما هي بالتأثر المادي. الهلع أنا بتمنى كثير شايف الناس، يعني أول ما بيدخل لعندك واحد الحمد لله على السلامة وعنده هلع. الكبار والأطفال بتلاقيهم خايفين، نظرة الخوف على الطفل رسمناها نحن الكبار بسبب الطيبة والجهل بالواقع الطبي والعلمي، أدينا إلى زدنا من الأمراض النفسية عند الأطفال. أنا بزعل على عالم الطفولة. عالم الطفولة قلت لك عاش بعالم، يعني عشنا 10 سنين من الحرب الإرهابية، عاش ما عاش طفولته الطفل. هذا الشيء عم يأثر على نموه العقلي والاجتماعي والفكري والتميز بكل شيء، بالعلم تبعه كثير أثر على أطفالنا. ما بدي أخذ المدن، عندي ريف وعنا بتعرفي مناطق كان فيها الإرهابيين موجودين، هذا الشيء أثر كثير. لازم نحن هلأ الدولة تسعى إلى تحسين من خلال برامج، يعني بمساعدة وزارة الإعلام، من خلال برامج التربية، أنه نساعد على إعادة صقل تربية هالأطفال هدول بالأعمار اللي فينا هلأ نحن نسيطر عليهم، بالأعمار ممكن 10 سنين، بالأعمار 15 سنة، لكل أعمر لازم يصير في توجه ببرامج نفسية حتى نحسن ونسيهم شوي، ما رح ينسوا الأسى، نسيهم هالكوارث، إن كان كارثة الزلزال أو كارثة الحرب ما قبل الزلزال. ونتمنى أنه نعيد إلى حد ما البسمة على وجوه هالأطفال، إذا فينا قد تبقى هذه البسمة مرسومة ببسمة رعب وخوف، لكن إلى حد ما بنرسمها رسمة أجمل ونخفف هالهلع الموجود عند الكبار اللي عم يسيطروا أو يعكسوا على هالأطفال. الطفل البريء يلي نتمنى نشوف عالم الطفولة يلي نحن عشناه على فكرة أجمل من عالم الطفولة هلأ عايشينه هالأطفال هدول. تمام، يعني خلال حديثك دكتور كنت عم تذكر عن الأدوية اللي ممكن ناخدها. اليوم في كتير الناس بيلجأوا للمهدئات والمنومات كحل مبدئي بطريقة عشوائية وبدون وصفة طبية، شو برأيك؟ أكيد خطأ. يعني عم يزيدوا الهلع ليستخدموا المنوم. بتلاقي الواحد حسيت بزلزال، ها لأخذ حبة مهدئ، أكيد هذا خطأ. الهلع الزايد غلط، الخوف الزايد خطأ. شرعا المؤمن بالله بأي دين بأي طائفة، إذا كان مؤمن بالله ما أنه ملحد، لازم يعرف أنه هذا الشيء خطأ، لأنه من يؤمن بالله بيعرف أنه الله سبحانه وتعالى بس يعني يجيب القضاء والقدر، لا الخوف ولا حبة المنوم رح تهدي. فأخذ الأدوية بالشكل العشوائي رح تعمل نوع من الاعتياد عليها، رح تأثر على نفسية الكبير، وهذا الشيء بيأثر على نفسية الطفل. ما بس يعني بتلاقي في منهم بيقسموا نص حبة وبيعطوه ابنهم كمان، خذ نام. هذا الشيء عم يؤدي إلى نوع من الاعتياد على الأدوية، ما بدي أقول إنه إدمان، اعتياد على الأدوية المنومة. ماما وين النص حبة اللي عطيتيني إياها لنام؟ صار اعتياد عليها. عم يعودون على الأدوية من الصغر، يعني من الصغر على أدوية مهدئة قد تؤثر على الملكات العقلية عند الطفل وبتخليه سلوكيا صار بده يعتاد عليها. فبقول لهم أنا هذا خطأ، المنومات خطأ، حتى عند الكبار خطأ. الإيمان بالله بيخليك أنه ما تخاف هالخوف، ما بعرف يعني شعوبنا شوي بسيطة بخف إيمانها بالكوارث، هذا خطأ، لازم يزيد إيماننا ونكون أقوياء حتى يقووا أطفالنا كمان ونبتعد عن الأدوية. أنا قلت ما بصير تكون في أدوية زايدة في المنزل عن حدها، لأنه الدواء هو عبارة عن سم، استخدامه الخاطئ سيؤثر على صحة اللي بيستخدمه. فلذلك أنا بتمنى أنه عدم استخدام الأدوية والفرط في استخدامها وخاصة المهدئات، لأنه هذا بيعمل اعتياد وإدمان عليها، وهذا شيء خاطئ ما بيحل المشكلة. حل المشكلة هو الإنسان يكون قوي حتى يقوى أطفاله معه، ووجود أدوية نوعية بالبيت لعدم ضرورتها هذا خطأ، لأنه لازم تكون بوصفة الطبيب للحالات النفسية الشديدة. ممكن نحن نستخدم حتى اللي عندهم هلع نفسي شديد، هذا الطبيب بيحددها وبيحدد الأدوية المناسبة للشخص وليس للعائلة. صحيح دكتور، يعني دائما بتعطينا هيك نصائح مفيدة، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكرك دكتور قصي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يسعد لي صباحكم وصباح
كل الأخوة المشاهدين، وصباح وطننا الحبيب، وإن شاء الله هيك دائما وطننا أيامه ربيع جميل، يعني يبعد عنه الكوارث الإنسانية من الحروب يلي طالت بلادنا، وترجع تكوين الإنسان بالوطن مع يعني مساعدة جميع الفئات، حتى يرجع تكوين الإنسان من الطفولة حتى يكون بالمجتمع إنسان يبني المجتمع بالشكل السليم. أطفالنا بسمة حياتنا، الله يبعد عنهم الحالات النفسية وسوء التغذية، ونشوف بسمتهم دائما ربيع حياتنا. وشكرا لكم لهالبرنامج الجميل. شكرا لك دكتور، نورت صباحنا.